السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الصف السادس الإعدادي. اليوم نتكلم عن قطعة العطلة الموجودة بالفصل الخامس. ايش فيها القطعة؟ القطعة خلينا ناخذها بطريقة شوية ممتعة. عندنا واحد عنودي أبد ما ياخذ عطلة، 24 ساعة يشتغل. أيوة هذا. ايش فيه هذا؟ اجوا جماعة يمه قعدوا ويسولفون وياه حتى يقنعوه أن يأخذ وقتا كافي استراحة. قالوا له إن الحياة سريعة، وإذا لم تأخذ وقت كافي عطلة للخروج فإن ضغط الحياة سوف يؤثر على عقلك وعلى جسمك. بصراحة الرجال ما اقتنع، لحوا عليه زايد، قالوا له إن ضغط الحياة الحديثة سوف يسبب لك مشاكل صحية من ضمنها ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم سوف يؤدي إليك إلى stroke and heart attack. والعقل والجسم محتاجين استراحة، وإذا ما أخذ هاي الاستراحة الجسم بالنهاية سوف ينهار. حاولوا يقنعوه طريقة ثانية، قالوا له يا ابن الحلال ترى أنت من نوع الناس اللي هم المدمنين على العمل. المدمنين على العمل هم الناس الذين يشعرون بأن عملهم هو أهم من أن يترك بأيدي الآخرين. هذول المدمنين على العمل لا يستطيعون أن يبتعدوا أو لا يتحملون أن يبتعدوا عن مكاتبهم يعني لبضع ساعات. بس المشكلة بذول المدمنين على العمل إنه هم يكتشفون متأخرين بأن الحياة يوجد فيها أكثر من العمل. حاولوا يقنعوه يقولوا له ترى مو بس هيك، ترى أنت قاعد تضحي بالعلاقات الشخصية. يعني هنا بالمجتمع العراقي شايفين لمن أكثر شيء الزوجات تقول لأولادها غير هالزلمة يجي يقعد وياني، غير يعرف هذا أولاده وين صاروا، 24 ساعة طالع بالشغل لا يسأل عن حال، محتال أولاده. هم ذولا مدمنين على العمل. بالنهاية صاحبنا اقتنع، قال خلاص عطلة راح أخذ عطلة، بيكم خير وتدللوا. زين شو سوي؟ قالوا لي أول شيء أن تغير المشهد، يعني أنت من تاخذ عطلة مو تجي تنام بالبيت، اطلع روح زيارة سفرة سياحة خارج القطر، المهم تغير المشهد. ثاني شيء يجب عليك أن تغير الوتيرة والروتين. طيب شلون يعني؟ يعني نضرب لكم مثال، الجماعة اللي راحوا سفرة لإيران، أول ما يروحون لإيران يدورون على السوق العراقيين. طيب دقيقة، أنت عراقي رايح لإيران تدور على السوق العراقيين شو تسوي؟ غير مثلا تروح تشوف لك شغلة جديدة، تجرب أكلات جديدة، تسوي فعاليات جديدة، يعني علي مرة رايح لعد. لكن أهم فقرة بهذا الحكي كله، يجب أن تغلق الموبايل. تشايف من طالع انت وجماعتك ورايح متونس، دق التليفون، ها والله اجوا عليك جماعة، ها تعال اجوا عليك يبدون يعطوك فلوس او يبدون ياخذون عندك فلوس، وتخرب القاعدة كلها. طفي الموبايل، واذا عجبكم الفيديو سووا اشتراك، روح للفيديوهات البقية شوفهن، وشكرا جزيلا. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. I smiled at them and said she told me so.